يلا سووا قرعه يلا. ابى اقول ستوب انا. افا اي والله صح. يلا قرعه العزل. زيدان يا زيدان اعطيني قرعه. أيوة. العزل اذا قلت ستوب 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 محسن بن دقله راح اقومه. يلا محسن بن دقله. محسن بن دقله انت معنا في فقره المطبخ زيدان. العزل زيدان حبيبي زيدان نايم وصعب. انا اقول نوليك الموضوع يا زيدان. عجب غيره. تفضل غرف النوم وعطنا محسن بن دقله. نسوي قرعه ثانيه. جيب كل المجموعه يا زيدان. خلينا نتشارك اليوم. عندي لعبه مع زيدان. ها؟ بما ان احنا قاعدين نستنى الشباب، عندي لعبه مع زيدان. زيدان! اسمع والله العلم اللي بيجي. شغل قرعه. شغل قرعه ماني لا انا شغل ارض الشاشه الشاشه قدامي. شغل القرعه. شغلها القرعه لا يفطس. شغل القرعه لا يقب بوكس. والله ما عاند. ايوه شغل القرعه لو سمحت. فيعلم الله لا يجيك ترى ما بيني وبينك الا خطوتين. شغل القرعه عشان نسويها المجموعه الثانيه والسبت والاحد والاثنين والثلاث والاربعاء نسويها من الان. صح ولا لا؟ نبي نسويها الان الان القرعه حقت بكره وبعده. سلام. هلا الشيف جابر. هلا الشيف جابر. الشيف تركي. هلا الشيف تركي. وين ابو اليوم ابو علي ما جاء؟ طيب نقول لكم وش يقول الجمهور عنكم. الجمهور يقول محمد منصور الله يعطيك العافيه انت مبدع واحنا من متابعينك. في صوره راح تنعرض لك بعد شوي. بس خلص الايس كريم حقك ذا عشان تفضله عشان ساير النهار. هلا وسهلا. يقول الجمهور يعطيك العافيه وما شاء الله مبدع متميز في صباح الشيبان ودائما اشوفك في صباح حياتك وشكرا على طبخ الذبيحه امس وخيال. آه. ردك للجمهور يقول لك تلف يمين او شيء. ها؟ تلف يمين تعال يا ام سلطان. إيه عشان اي ما عليه تحب الفراوله. نعم. انا خيال من الدرجه الاولى اصبت في صغري اثناء ركوب الخيل. ثقه انا خيال من الدرجه الاولى ثقه. عدم ركوبي في الايام الاخيره هو اني اشتقت لاصيل. ايه اصيل اللي هو حصانك اللي نعم نعم الا والله يكتب لي في خير ان شاء الله في الايام القادمه باذن الله سوف نسجل دخول ان شاء الله به الله ونلعب في الملعب. تمام. هنا رساله لسلطان القحطاني مبدع ودائما ما شاء الله يعني متفاعل وصوتك جميل وذو شجن. واسال ساير وش اسم الحصان اللي اعطاك اياه؟ شو اسمه؟ وش اسم الحصان؟ هو يجي يختار اللي يبي يختار يختار الاسم يختار اللي وده ياخذ اللي يبي اصيل وساير والمزن والجوهره ومنيفه والسميه والله نعم وسيم كلهن والله وجهك كل الخيل ترى مسمين انا على في بعض على خواتي اخواني مسمين على خواتي في بعض مسمين على والله نعم فاخذ اللي تبيه والله نعم يا زيدان والله في داعي حبيبي زيدان طلع لنا صورة حصان يا زيدان طلع لنا اي شيء في الشاشة ان شاء الله ان شاء الله انك طلع وجينا اهم شيء طلع شيء اي زيدان اي والله زيدان يقول شوي واشغل لكم. طيب في اتصال لسلطان. سلطان اليوم ما في غرفة عزل فانت خذ الاتصال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. طيب ايضا حياك الله اخوي سلطان. حياك الله يا غالي. من معي؟ طيب من معي؟ اسمع طبختكم اليوم جميله. خذ البسكوت وحطه تحت الماكينه وحط ايس كريم مشكل. والله ما حطه يا سلطان. اليوم برايم لا توقف مع النمله يا سلطان. يلا عجل عجل عجل. الو بينقطع بينقطع الخط بينقطع الخط. الو بينقطع الخط. تطبخ طيب تطبخ ثاني. طيب سلطان طيب حبيبي سلطان في اتصال ثاني. تطبخ طيب تطبخ وين ما العزل في اتصال ثاني. لا الحين الو مرحبا السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله اخوي ساير خذ معك سلطان في غرفه العزل. عطني عطني الشيف بن ويصل. لو كيف حالك؟ شلونك ابوي؟ هلا 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 الشيف. ايوه اي شلونك؟ انا اقول وراك صوتي كذا. ما عليك من صوتي نتكلم احنا بنطبخ احنا بنغني. يلا حرام منفس هذا وراه منفس. الو 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 وين
وين؟ والله عضو وحده. يا الله ايش بس كذا خلاص يعني والله اني جعان يا محمد اعذرنا والله اذا تعبناك والله حتى تشاير وحده الله يقطع ابليس كذا اتصال الحبايب المنورين هاو ار يو الو هاي هاي هاين لا لا سلطان نص يا سلطان انت حست ام الطبخه يا سلطان الله يهديك انا قايل لك ابو علي ممكن يحوس عليكم اليوم كله ليه لا ما يحب الملح لا تحط الملح ابو علي ما يحب الملح لا تكثر الملح يا علام الله ما هبذ ها مثل قال ذره انه هو اللي حط طيب الاتصال بينقطع الحين يا سلطان ورنا ابداعك في المطبخ عاد تفضل افا ليه يا سلطان عندي طلب الزيدان ها يا زيدان امس انتم سهرانين امس الساعه كم دقيقة عندي 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 بكلم زيدان في موضوع الساعة 7 الصبح تمام زيدان تكفى يا زيدان ولا شيء الحين وراكم ما قمتوني الفجر الا قومناك والله ما حد صحان لا تحلف والله العظيم لا تحلف يا قلب والله العظيم لا تحلف انا اعرف نفسي يوم تعرف نفسك ليش ما قمت لا قمت يوم انه قال خلاص قومينك بسم الله عليك قمت يوم قال الله لا لا اسمع اسمع امس انت تعبان زي ذاك يوم مرهق مره انت بيم احد والله بس والله قمت صليت اي والله وجع والله انا عطل خمس امس حلوه انت بنفطح ولا بصغيره فطح انت مفطحين اوه الصف الاول خذ هذا خذ هذا جاهز محمد منصور الصف الثاني عفوا محمد منصور طب منصور بسالك انت بنفطح امس ولا بالمقطع مقطع انا بنفطح انفطح ها ايش رايك باللحم والله ما شاء الله تبارك الرحمن بيض الله وجهك سلم الله يمنى